دليل تنظيف الفلتر لمكيف الهواء سبليت الجي. المحافظة على مكيف الهواء بارداً في الصيف. نصب تنظيف فلاتر الهواء كل أسبوعين أو أكثر إذا لزم الأمر. قبل التنظيف يرجى الملاحظة وتوخي الحذر عند تفكيك وإعادة تجميع فلاتر الهواء، حيث ينكل فنيها أو كسرها بسهولة. لاحظ أيضاً أنه إذا لم يتم تجميعها بشكل صحيح فقد يدخل للغبار مواد أخرى إلى الوحدة. بالنسبة للوحدات من النوع واحد، يمكن تجميع الفلتر العلوي للوحدة الداخلية بسهولة. أولاً افصل الوحدة تماماً. امسك مقابض فلتر الهواء وارفعها صحيح، ثم قم بإزالة فلتر الهواء بعناية. نظف الفلتر بمكنسة كهربائية أو بماء دافئ بمنظف محايد، ثم اترك الفلتر يجف بشكل طبيعي تحت الظل. أدخل خطافات فلتر الهواء في الغطاء الأمامي، ثم اضغط على الخطفات لأسفل لإعادة تجميع فلتر الهواء. افحص جانب الغطاء الأمامي للتأكد من تجميعها بشكل صحيح. بالنسبة للوحدات من النوع 2، ارفع جانبي الغطاء الأمامي قليلاً. أمسك مقابض فلاتر الهواء واسحبها لأسفل قليلاً، ثم قم بإزالتها برفق من الوحدة. قم بتنظيفهم بمكنسة كهربائية أو بماء دافئ أيضاً، ثم اتركها تجف بشكل طبيعي تحت الظل. أدخل خطافات فلتر الهواء في الغطاء الأمامي. مرة أخرى تحقق من جانب الغطاء الأمامي للتأكد من تثبيته بشكل صحيح.